السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا حبايبنا ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله نزلنا السوق النهاردة واشترينا كام واحدة كده من اللي كانوا ناقصيننا. نصيحة بقى لكل اخواتي، ما تدخلش حاجة غريبة على حمامك لغاية ما تشوف دنيتها فيها ايه. طبعا دول كام واحدة احنا كنا جايبينهم لسه ايه، يعني لسه يعني شوية كده وندخلهم عشان لا قدر الله لو فيهم اي مرض او اي حاجة نبقى نلحقهم. ربنا يحافظ على حمامكم. حتة زرع لطيفة، حتة حلس استرالي كده كويس، الله أكبر عليهم. كام واحد هم كويسين؟ السبب ان احنا بقى بنسيبهم بره الداير او بره السلاكة كام يوم، ان احنا لا قدر الله لو هما شايلين مرض او اي حاجة او فيهم اي مشكلة بنخليهم بره المكان كده، عشان لو فيهم اي حاجه نبقى احنا لحقنا نفسينا. ربنا يحافظ على حمامنا وحمامكم. لو استفدت حاجه دوس لايك وشير واعمل اشتراك للقناه واستنونا في كل جديد.